معي عبر الهاتف من أبو ظبي الأستاذ عبد الله رشيد، مدير مكتب صحيفة جلف نيوز الإماراتية. أهلا ومرحبا بك. بداية، كل يوم تطالب الدوحة بأدلة على تورطها بدعم الإرهاب وتدخل في شؤون الدول المجاورة. اليوم هناك أدلة كثيرة وما أكثرها تنكشف يوما بعد يوم. برأيك ما مدى تأثير هذه الأدلة على مصداقية النظام القطري على ثلاث مستويات: مستواه الداخلي والإقليمي والدولي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أن المقابلة التي بثتها أو الفيديو أو الدوكيومنت اللي بثت الزون أبو ظبي أمس، وأنا كنت موجود في المقابلة، يدل يعني دليل آخر يكشف كذب النظام القطري. يعني محمود الجيدة تحديدا تلفزيون قطر بعد الإفراج عنه أجرى معه مقابلة وكذب عدة مواقع. هو زعم ان حرم من جنود اهله، والحقيقه انا في ابريل 2013 بنته غردت وقالت ان احنا زرنا اهله، زرناه وهو بخير وفي السجون الاماراتيه. ايضا هو ادعى في المقابله مع تلفزيون قطر ان السلطات الامنيه في الامارات رفضت علاجه. وهناك ايضا عرض في الدوكيومنت ان هو وقع بتوقيعه، يعني عرضت وثيقه بتوقيعه ان يرفض تلقي العلاج. الحقيقه ان المقابله الجديده التي عرضتها قناه ابو ظبي كشفت امور كثيره جدا بالادله والبراهين على كذب النظام القطري. يعني في مثلا عام 2014. طيب أستاذ عبد الله، ما أثر هذه المعلومات التي جاءت في المقابلة والتي كشفتها بالأمس على تلفزيون أبو ظبي على النظام القطري في الداخل وفي الإقليم وفي الخارج؟ مع الأسف أن ما زال النظام القطري بالرغم من اكتشاف أدلة جديدة بالفيديو والتوثيق والأوراق الرسمية، ما زال النظام القطري إلى الآن بصلف وبعناد يكذب هذه الأدلة ولا يريد أن يعترف. إذا أضفنا لهذه الأدلة أيضا ما جاء في برنامج سابق أيضا لتلفزيون أبو ظبي، وهو حول التنظيم السري في الدولة، إذا أضفنا كل هذه البيانات إلى بعضها، وغدا سيلتئم اجتماع وزراء خارجية الدول الأربعة الداعية لمكافحة الإرهاب هنا في البحرين، برأيك هذا الدعم والتأثير القطري على الجماعة في التنظيم السري وأيضا في الاعترافات التي وردت على لسان في برنامجكم بالأمس، ما تأثير ذلك على خط الأزمة اليوم مع قطر؟ التأثير هو أن المزيد من الأدلة لكشف النظام القطري. الأدلة كثيرة وردت أيضا في مقابلة بن صبيح، عبد الرحمن بن صبيح، الذي كشف عن أن السيدي اجتمع قبل مجيئه إلى دبي والقبض عليه، اجتمع مع مكتب التنسيق في حركة إخوان المسلمين أو جماعة الإصلاح السري المحظور في الإمارات، وبعدها مباشرة في بانكوك طبعا كان الاجتماع، وبعدها مباشرة حمل شنطة بها مبلغ ضخم من الأموال، كاش حوالي يمكن مليون دولار يقال، ما أعرف المبلغ، لكن لما وصلت عليه في مطار دبي كان يحمل مبلغ كاش إلى بقايا الجماعة أعضاء التنظيم السري الذين كانوا هاربين من المحطم في الإمارات. وأيضا الأدلة كشفت، أعتقد أن هذه بتكون قوية جدا أمام المجتمع الوزراء الخارجية للدول الأربعة، أنه في عام 2014 مثلا هناك كان قطر دور في التفاوض مع جبهة النصرة الإرهابية التي مصنفة دوليا أنها جبهة إرهابية للإفراج عن جنود اللبنانيين، وهذه 95 مليون دولار فدية تقريبا. شكرا جزيلا لك من أبو ظبي الأستاذ عبد الله رشيد، مدير مكتب صحيفة جلف نيوز الإماراتية.